المهمه البنات غادي نبدا بالفكره السفليه ديال الزبل ديال الخضره حاشاكم اللي كشيت لنا الزبل كله كنديرو في الشبكه بحال هكا البراد بغيت نخويه ولا شي حاجه في الشبكه عاد تنخوي كنخلي الزبل يتقطر عاد كنديرو في الميكا باش كنتفاداو داك العصير اللي كيكون عارف داك الكميه داك العصاره الزبل كنتفاداوها حتى كيتقطر على خاطرو عاد كنديرو في الساشي كيكون متقطر هذا مازال دابا حيت زدت فيه داك التفل ديال الاتاي نخليه شويه مهم دابا حيت بغيت نوريكم حاجه اخرى المهم البنات هذه فكره هذا روبينيه البنات زوين بزاف حنا كناخذ خصنا لينا وراجلي بدل جاب هذا وعجبني بزاف يعني كيمكن ليه يطلع الا بغيتي تغسل شي حاجه الفوق بغيت مثلا نغسل هذا الحيط اللي اونفاس معايا غادي نحل غير الماء من هنايا وخليه كيمشي وعندو بغيتي تخرجو الرشاش بغيتي تخرجو عادي كي مزيان صراحه عجبني بزاف كيمكن ليا نغسل به هنايا تعرفوا هاد الشبكه هادي راه كيخصها لونتروتيان يعني ساعه ساعه وهاد الشبكه هادي عندي ليكم بزاف ديال واخا يكونوا فيها المعاني كيمكن لك تشليها بحال هكا وبالنسبه لهاد الشبكه البنات كلشي غيكون كيعاني من نفس المشكل عند هذيك البلاطو اللي كيكون لتحت كيهبط ليه داك الماء هذاك البلاطو ماشي كلشي ماشي كلشي ما يمكنش غادي دير تبدليه كل نهار تجري تحيدي داك الماء وداكشي يعني كاين اللي كيبقى يومين ثلاث ايام الا كان الحال سخون كيولي كتحسي بالناموس فهاد البلاصه هادي واخا يعني ما عند المغسولين هو راجع من داك الماء اللي كيتعفن وكيولي مخنن ما كيبقاش كتولي فيه واحد الريحه باش كيجمع الناموس داكشي علاش طاحت عليا هاد الفكره انا كان عندي هاد العطيان ديال الفرشي كان عندي كنت شريتهم مع لومبالاج ولكن ما بقاش غطيت بهم شي قراعي كنت كندير معاريض وكندير املو وزيت ارغان وداكشي وزيت ارغان والعسل وداكشي كنغطيهم بهادو ولكن ملي كنجيو نجمعو السلعه كاين حاجه اللي كتدفق هادي كي بنادم كتجي سهله باش يحلها ويدوخ ولا شي حاجه يعني لقيت فيها خساره واخا هي كتجي زوينه في المنظر وصافي استعملت هذاك داك البوشون اللي تيكون سيكوريزي بحال ديال السيرو حتى كتحلي كدير الطرق عادي يعني ما يمكنش الواحد يحلو هذا كيجي ساهل كيمكن اي واحد يحلو وياخذ من داك المنتوج اللي كاين المهم شديت هادو البنات درت لهم مسدس شمع ضروري ومؤكد في هذه العمليه هذه هذا راه ما كيفرقنيش غير عندك هذا راه عندك كلشي بالدار المهم البنات شديت مسدس الشمع سخنته وكندير اللصقه هنايا وقلبتها الشبكه وكنلصق فيها هادو شتيهم درتهم هنا جات عاليه دابا فوق ما كنغسل الماعن كنرش كنغسل هنايا كيهبط داك الماء هانتوما كلشي هابط نقي ما كاين والو كتبقاي عليه غير واحد اليومين كتلقاي هنا البلاصه حالتها فيها الربيع كتقولي فين جا داكشي ولكن دابا هانتوما الماء هابط نقي لان دائما فاش كنخويها كنغسل واخا بالماعن هكا كندير الماء المهم تاع هي البنات تاع هاد الروميني زوين زوين صراحه بزاف عجبني انا جاني فخاتي تاني ما عندوش البنات هادي ما عندوش هاد ما متوفرش على هادو راه كيتباعو عند مالي لومبالاج عنده هاد هادو ديال الدواء يخبعهم شاطولي هادو كينفعو بزاف في حاجات كتشدي واحد الكوتور كديري واحد كترسمي واحد لو تري داير وكتبعي عليه بداك الكوتور كديرهم قادين عندهم نفس القياس وكديريهم تحت من هادي هي ما تعليش بزاف ما تفوتيش داك هاد القياس هذا خمسة سنتيمتر ما تفوتيهمش اللي ما عندوش البنات هادو يشد الشمع الشمع حتى هو يكون غلط من هادي شي شويه ويقطعو حتى هو مقاد ويلصق بمسدس الشمع المهم هاد مسدس الشمع راه ضروري يكون المهم البنات عندي لكم في بالنسبه للفران هادي اللي كنديرو بها الحرشه ولا كنديرو بها القرص المهم خبيزات ولا اي حاجه معروفه كاينه عند كل شيء مثلا انا الفران ديالي عامر ماشي شاعله ولا شي حاجه الفران ديالي عامر بالنسبه مثلا عندي لاطا ديجا انا كندير فيه هاد المقالي صراحه كينفعني في هاد القضيه عندي ديجا مثلا هاد اللاطا وبغيت نزيد لاطا اخرى حداها ما غيتساعوش ليا بجوج شنو غندير غندير هاد لو سيركل هذا هنا
وغادي ندير هاد لاطا ديالي هنايا ها نتوما ها هما تساعوا ليا بجوج. في الاول ما غاديش تساع ليا لانها ما دخلاش، ولكن غندير هاد القضيه هادي وغادي نديرها هكا الفوق وغنديرها هكا. ها هي تساعت ولكن ما يكونش الفوق شاعل، حيت الا كان الفوق شاعل هادشي غادي يتحرق لك. هادشي الا ما كانش الفوق شاعل غير تحت هكا كتعاوني راسك كتزربي، ما كتبقاش معطله بزاف، كتسني حتى تحيدي لاطا وتاخدي لاطا. المهم البنات هادو يمكننا نسقوهم بحال دابا بمسدس الشمع هكا حتى في الثلاجه، نديروا لهم مسدس الشمع نسقوهم في الجليد ولا في الثلاجه نعلقوا فيهم سليبتات نعلقوا فيهم، يعني عندهم بزاف ديال الاستعمالات. كيف ما كان العبانه ومجد كنقردهم واللعبانه ومجد بهم كيذوق بهم ولا كي راك تشوف الفيديو ولا كيدير بهم ان تخام، المهم شغلو هذا كيدير بهم مريضات كنعطيه لصقه وكنخليه كيبدع. كنتمنى البنات كنتمنى هذا الشيء اللي درت معكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله بتشجيعاتكم الى فيديو قادم بحول الله. شكرا للناس اللي كيدخلوا عندي جداد، وشكرا على التفاعل ديال الفيديو فاش كنحطو. المهم واخا ما كاينش يطلع بزاف ولكن يعني ما كانش هذا الشيء هذا، اون فوا نحط الفيديو كيدخلوا الناس العائله ديالي. وكنشكرهم كلهم باسم من هذا المنبر. وخليتكم على خير والى فيديو قادم بحول الله. السلام عليكم. سلام البنات، كي دايرين لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمناكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير وما يخصكم خير. ما عرفتش واش الصوت مسموع ولا لا، المهم راني كنغوت صبروا معايا. المهم اليوم جبت لكم واحد الافكار زوينين 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 بزاف، غادي يعجبوكم وغادي يفيدوكم. خليكم معايا البنات.